مجموعة أخرى، هذا الممثل هو فارس أحلام البنات هذه الأيام، من اللي أنت بتشوفيه وبتسمعيه وبتتابعيه وبتشعر. أحمد عز وأحمد السقا، مين برأيك فارس أحلام الفتيات هلأ؟ السقا. السقا. أحمد السقا ومحمد رجب. السقا. أحمد السقا وكريم عبد العزيز. كريم. كريم عبد العزيز وحسن الرداد. حسن الرداد. حسن الرداد وعمرو يوسف. عمرو يوسف. عمرو يوسف. عمرو يوسف وشريف سلامة. عمرو يوسف. عمرو يوسف وأمير كرارة. عمرو يوسف. عمرو يوسف وتامر هجرس. عمرو يوسف. عمرو يوسف وتامر حسني. تامر حسني، عشان عمرو بقاله كتير معانا اهو. لا خلصنا، هلا هتختاري تعطيني الإجابة النهائية. بين تامر حسني. تامر حسني. هو كان ممكن يكون كمان، ممكن يكون فتى أحلامك تامر حسني هيدا الستايل، ولا أكتر بتميل لأحمد عز؟ أي من الأسماء؟ أنا بحب محمد رمضان. محمد رمضان. هو الستايل الأكتر. الستايل بتاعي. طيب أحلام فتيات الأيام تامر حسني، وفتى أحلام أحلامك الخاصة هو محمد رمضان. لا مش فتى أحلام، أنا بحبه هو كممثل وكحد. أنا بعرف وحطيت تويتاي حلوة لإله كتير.